هاي 11 سنه هذا المستشفى مسوينا استثمار، ياهل يجي يحط بجيبه وطلع، توكل الله وياك. وهاي براس هاي العالم الفقره شوفها. واحده من اهم المعالات هي مستشفى المعامل. مستشفى المعامل بدات المباشره به في سنه 2012، لكن الى الان لم يكتمل انجاز المشروع. المستشفى هو سعة 122 سرير، المتبني إليه هي شركة تركية، والجهة المستفيدة هي وزارة الصحة. المستشفى إلى الآن نسبة إنجازه 88%، اللي يعيق الحد الآن هي عدم إكمال الخط المجاري اللي هو من مسؤوليات محافظة بغداد، اللي للأسف هي كتابنا وكتابكم صار بحدود 4 سنين إلى الآن لم ينفذ. هذا المستشفى اللي ما نعرف شنو سره وشنو اللي يخليه يتعطل لمدة 11 سنة، مرت عليه حقب وحكومات وسياسيين. هذا المستشفى ناس تشمره بحظ الناس. المستشفى جاي نطالب ونحكي صار لنا فترة من الزمن وما أنا جاي نلقى العلاج والحلول الآنية العلاجة. احنا اليوم مصابين بفيروس، فيروس اللي هو الوحدة الإدارية ومحافظة بغداد. هذا شلون فيروس هذا اللي اجانا هسه؟ شلون نتخلص منه؟ نتخلص منه بجهود الناس الوقاية. شلون لبسنا الكمامة ولبسنا وخذينا الوقاية؟ لازم قضاء الزوراء كله ياخذ الوقاية من هذول الموجودين من محافظة بغداد أو الوحدة الإدارية، لأن سبب المشكلة هم هذول. ما عندنا مركز صحي هنا. سعاف وحدة يعني ب 12 الظهر بعد انتهى دوامهم. احنا مستشفى احنا ما عندنا بالمعامل. نسبتنا فوق المليون راح يصير. شوف الامراض المزمنه، شوف هاي الشوارع الاتربه، الناس متروسه يعني ربو. زين.